بعد ما مر بظروف صعبة خلته يبتعد عن الأضواء، لكنه بدأ من فترة التحضير لعودة قوية عشان يعوض كل السنين اللي غاب فيها عن جمهوره. بس أخذ قرار العودة ما كان سهل عليه أبداً، وهو اليوم بيكشف حصرية لتريندينج تفاصيل هالمرحلة بأول لقاء إعلامي ليه من بعد هالغياب. كنت متأثر كثير الصراحة نفسياً، ما كنت عارف يعني أركز بشغلي، حتى بيني وبين نفسي أنا قدام بمسك العود وبغني بيني وبين نفسي. أنا عاد حوالي 3 سنين أنا مش عارف أمسك العود. مرحلة أنا قلت أنا ما بعرف أغني أصلاً، فقدت هذا الإحساس نهائياً. فصرت حتى لو عاوز أغني بيني وبين نفسي أحس أن أنا ما عندي إحساس. وهالحالة الصعبة اللي استمرت معه فترة طويلة كان سببها عدم ثقته بمشاعره. مش معقول أنا نفس الشخص اللي كان بعتبر نفسي أنه أنا عندي كثير فيلينجز في حياتي، اتجاه الناس، اتجاه أشخاص بحبهم، اتجاه الفن، الشغل، أوصل مرحلة أنه أنا ولا شيء. زيرو من المشاعر. وهالإحساس وصلوا بعد ما تخلى عنه أقرب الناس. أنا كل الناس في لحظات سابوني نهائياً، ما كان في حد جنبي نهائياً، أقرب الناس كلهم مشوا، فهذه عادة سنة الحياة. حتى إخوانك؟ في جزء كبير يس. بس مع هيك في أشخاص ما تخلوا عنه، ومنهم في ديانا، صديقتي حبيبتي ديانا، أختي يعني كرزون، ديانا كرزون على تواصل تقريبا دائم معي. وحاليا سعود بيعيش لايف ستايل كتير صحي وإيجابي، وهالشي بنشوفه كتير على إنستغرام، وحتى أنه قبل فترة احتفل بعيد ميلاده 39 بطريقة كلها حب، والفضل بيرجع حب أمي إلي. شفت هالبني آدم قديش بتحبني كثير، يعني بالنسبة لي الشخص الوحيد على كوكب الأرض هذا كله اللي خلاني أقول لسه في إشي اسمه بشرية. إنه جرأة وإرادة كتير قوية من سعود إنه يقرر يرجع لجمهوره وفنه من بعد ما غيب 7 سنين، يعني شغلة مش سهلة أبداً. أبداً، ويعني العودة بصورة قوية تحتاج مجهود كثير كبير، خاصة إنه في أشياء بتتغير بالفن من وقتها للحين، وصار في يعني متطلبات جديدة للنجومية أهمها السوشيال ميديا ومود الأغاني والماركتينج.